السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرة ذني أن برشاد اللغة الصومالية قيمه سي كل دوني أن هل كوحان أن بد ما أنتوا حلقوا مقعبا مدام دادك الصوماليات أي داد مسلمين أي مذهب قوني أو مذهب الشافعي نهايستان مركا سيداز درادد وحان هل كان كوقيحينا شان تاتير إيه إسلامك وشان تيرادواي تير إسلامك شن تيرو إسلامك وحكاك وبيا هاي سيدا صوبنا صلى الله عليه وسلم ويرادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت شن تسوى أصل إنو قفك قيرو شهادة تيرو إسلام وشهادة هي صلاة شهادة هي صلاة هي صونك هي حجك مركا سيدي لغو أغادة قفك إنو مسلم يهي قفك مسلم وإنو رمية أو نكون دواقو شهادة تير إسلامك معنى قفك مسلم وحلقه وقاذا مسلم كن نقضى أولا إنو كن نواقو شهادة تيك ويراد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إنو إله كليا أقرو إله كالو حق لغو عابد إنو زنجر الله سبحانه وتعالى ماين نصوبناها صلى الله عليه وسلم نبي جاني محمد ويهي رسولك الله صدري يا دونكي الله سبحانه وتعالى وصدري marku intaas qofka waa rugniga u horeeya ee albaabka laga soo gala markaas waxa way waxa ku waajibay wajib alayhi salaah salaadi marka qofka waxa laga rabaa qodobka labaad inuu shanti salaadood tukado shanta salaadood inuu tukado raba oo ah salaadi fajr ka bilaabatay subax iyo dhuhr iyo asr iyo maghrib iyo ishi waa subax iyo dhuhr iyo casr iyo maghrib iyo isha kadib qofkii waxaa laga rabaa zaka inuu bixiyo qodobka saddexaad zakada waa inuu qofka dhiibo zakada waa in laga rabaa xoolihiisii maalkii uu allah subxaanau watacaala siiyo ka zakeeya zakadiina inay nisaabkeedii gaaro oo sanadkina xawlkii uu ka soo wareego qodobka afaraad waa bisha soonqaad ee inuu soomo ama bisha ramadaan lagu magacaabo وإلهي قرآن كي رمضان كم قعب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنو بيش رمضان مركز وما أيال لغربا هدي قفكي وصن مسافر أهين ومقيم أويهي واجب سارا وإنو صوم مركز هدي سن عذر دارك لأو سن كعلنين قضم كشناد وإنو حجك إنو حجي وحجك وسوقته ومن استطاع إليه السبيل وبيتك ألتكم marka qofka islaam qofka muslim maaliga ah wuxuu qofka islaam ku noqdo in sharta tiir islaamka uu ilaaliyo oo asaaska ah marka casharkeenii halkaas ayaan ku joojinaynaa haddii allah awood yiraahdo intaan casharka xiga ka gaarayna waxaa idinkaga tagayaa amaana allah